وبيشتموا محدش بيعمل له حاجه، لكن المحترمين وايه بقى كلنا وانت نفسك لا في استفزاز طبعا، لكن انا اعصابي هاديه وهاخد حقي عند وزير الداخليه بالادب والاحترام. انا مش جاي من الشارع اللي ورا عشان نخش الماتش. معلم الشرطه وتم ثانيه واحده من فضلك. اتفضل. قلت له هدوء والاحترام، بنقول ان الشرطه في كفر الذات بتعمله لا علاقه لها بالقانون. حضرتك ليه؟ حضرتك مين يعني؟ هو السؤال ده، حضرتك مين وبتستفزنا من الصبح ليه؟ يعني من الصبح حاطط الاخوه العساكر دول في بيتهم لابسين ازرق. ادي واحد وزير الداخليه اتكلم معاه ونعرف نخبه. واذا كان وزير ايه دي يا ابني؟ لا لا يا فندم، المايك صابونه. المايك ده بلد الصابون. المايك ما تقلقش يا فندم، بلد احنا عندنا منتهى السهوله يعني. انا جاي حتى في ناس جايه من المنصوره مخصوص تشجع يا باشا. بص يا انا ضيف على محمد بيه رئيس نادي انت منعني. انا ضيف على العميد رئيس نادي المنصور انت مانع. طب ليه؟ طب انت مانع التلفزيون ليه؟ والكاميرات تخش. طب انت مانع المدربين بتوع المنصوره ليه؟ هو حضرتك عايز ايه؟ الحمد لله انه باظ. معاك يا فندم. معاك الدكتور عبد الله دلوقتي. انت مين الاول؟ انا فندم موقع تليجراف مصر. مين؟ تليجراف مصر يا فندم. اه. سامي عبد الراضي؟ بالظبط. ماشي. شايف المنظر؟ ينفع الكلام ده؟ يا اخي ملعب الشمس عبد الناصر اللي ده لسه يا اخي ده انا رئيس رابطه الانديه. رابطه الانديه كل الانديه بتاع مصر. جاي ضيف. اللي بتعمله ده غلط. هو انت شايفني داخل بشماريخ؟ اسهل حاجه امشي على فكره. وانا عملت اللي عليا كواجب ان انا راجل دي بلدي وجاي اشجع فريق بلدي. كمان حبك حتى وكمان يا باشا انا بتصور من ساعه ما نزلت طنطا. اللي بتعملوه ده غلط. والولاد اللي ولا العرقانين دول جنبهم ايه؟ خلاص ايه ده؟ انا اهو بقى كل الكره على الشاطئ. هو ثانيه واحده، ثانيه واحده، نظر ولا تعمل المدير المباحث واقف. طب انت مانع التلفزيون ليه؟ وكاميرات ليه؟ والمخرج ليه؟ هو في ايه بجد؟ في حاجه؟ استاذ محمد طبعا صحفي كبير في اخبار اليوم. موقع كله مهزله والله، مهزله. ما قلتش كوره. واقول له طب استاذن السيد المساعد مدير الامن، وده الادب والاحترام، وانت بتساني ما بنستاذنش حد. هو انت بتستفزني عشان اغلط؟ مش هغلط. احنا في منتهى الهدوء. في منتهى الهدوء. هو بالعكس هنطلع دلوقتي ناكل في قصر الزيات، شوف أيوه. مطعم فيه كباب. مطعم فيه كباب وريش. بس الموضوع ده لو وزير الداخليه عداه ما هتخش هيعديه. في اجراءات يعني الناس مبسوطه بالبطوله. ما هي بيه القرار 24 ساعه دي. ما هو قناه، ما هو موقع تبع الدوله وانت تبع الدوله وتبع مين؟ لا انا مش هروح. لا ما بتكلمش. الراجل ده اهو اعظم رئيس نادي في العالم. انا اسد ده والله. اوعى يا سياده الحكمدار تعرف اللي حضرتك عملته. ثانيه واحده، انت ومدير الامن دون هيرفعكوا ويصغرني. اوعى يا سياده اللي هو في لواء ثاني. هو ما شاء الله جه تخين شويه وجاهز. يلا تمام. اوعى اللي بيحصل ده غلط. حضرتك منتهى الادب والاحترام. احنا جايين من القاهره، مش جايين من بسيون مثلا ولا بلد ولا محترم من بسيون. جايين من القاهره معايا صحفيين محترمين برضو جايين معزومين. حضرتك مش عايز تدخلنا. طب اطلب السيد المساعد. مش عايز ده اطلبه. تمام. فاحنا انت متصور كده ان انا يعني صغير كده انك مش عايز تدخل مرتضى منصور؟ تمام. بس خلي بالك بقى، جميع المواقع من ساعه ما نزلت طنطا الاف مؤلفه بتتصور معايا وهيسالوك. ما انت عندك تفتيش، عندك وزير داخليه محترم، عندك امن دوله، مش كده؟ طبعا. انت ليه منعت الراجل ده اللي كان رئيس لجنه الانديه كلها؟ بضيف منعه ليه؟ حضرتك شايفه داخل بجماهير وشماريخ؟ حضرتك منعه ليه؟ وسائل مدير المباحث اهو، وسائل مدير وسائل الحكم ده بيحصل ده غلط غلط غلط. انت مباشر يا ابني طبعا، مش كده؟ نعم. بعتك هتعمل ايه في ايه؟ يعني بعتك هنغدى. بص لو اجراء قانوني تحت امر. ان انا ده مش اجراء قانوني، مش عشان انا. طب انت مانع التلفزيون ليه؟ والكاميرات تخش ليه؟ والراجل بتاع 24 ساعه معانا يخش وشخط فيه. وتليجراف. انا جاي من القاهره. وشخط فيك؟ فاكر. اه طبعا. وشخط وانت.
انت مين يا ابني؟ موقع كل الكوره. ما اعرفش ده تبع المستشار يا ابني. خلاص يا بص يا ابني سيبك من بيتنا هنا والله تيجي تنور. لا انا لا انا كل عيش وكباب في كفر زيات وجودك نور الدنيا كلها. بعدين انا خطوتين بس خطوتين لسه انا عملت اللي عليا. انا جاي اشجع فريق بلدي المنصور. حضرتك دخلتني ما دخلتنيش، دخلتني توشكا ما دخلتنيش في حساب، لانك هتسال ما دخلتوش ليه؟ ده الراجل ده كان رئيس نادي الزمالك، نادي كبير، رئيس لجنه الانديه، واخد بالك؟ ومعزوم من هنا ومن هنا. حضرتك ما دخلتوش ليه؟ عشان بنستفزه، عشان نحتك بيه. ده كان زمان. منتهى الهدوء. منتهى الهدوء اهو ونتحاسب. نعرف نتكلم. هما بيقولوا ان الدخول ممنوع دخول للجمهور وحضرتك مش جمهور. انا مش جمهور. يعني حاجه غريبه. انا كجمهور احنا هنا بنستفيد. في ضيوف جايين. انا ضيف. واسأل حاجه همشي ما عنديش مشكله. هو انا اصلا ما بحضرش مباريات الزمالك بقالي سنين. خلي بالك. يعني اصلا ما بحضرش مباريات الزمالك بقالي سنين. انما ادي ظابط، ادي مدير مباحث، وادي وكيل مباحث، وادي اهو مباحث، هو مش انا بدي مباحث، واللي هو ده لابس رسمه، واللي ورا ده ما اعرفش مباحث او لابس مباحث. كل دول ليه؟ موضوع سهل جدا. وخلي بالك احنا مش ضيوف على النادي بس. ثانيه واحده من فضلك. احنا مش ضيوف على النادي بس، احنا ضيوف على البلد بما فيها الامن. لا يعني بما فيها الامن. شيل لوجو بس. تاني احنا ضيوف على البلد بما فيها الامن. تمام؟ حضرتك بس شايفني اهو بقول اهو. احنا ضيوف على البلد كلها بما فيها ايه؟ الامن. انا كنت متصور بقى. تبقى فرحان ان مرتضى منصور ومعاه صحفيين محترمين جايين ضيوف، المحافظ يكون في استقبالنا واخدين الامن. تاني المحافظ ومش استقبالنا بالحديد اللي احنا شايفينه دون. خلاص؟ هنمشي يا باشا. بص محدش يزق بس بعد اذنك. هو محدش يزقنا بعد اذنك. محدش يزقنا بعد اذنك. مش وقت، مش جايين نتخانق. احنا جايين نتفرج على الماتش ونتغدى هنا، بس هنضطر بقى نتغدى في طنطا. انت قلت هتغدى في كفر الزيات يا معلم مستشار. ريش وكباب. انت من كفر الزيات؟ انا من كفر الزيات. وفي الفيديو قال لك في المنصوره قال لي ريش. كمل يا محمود يا مملوك. اللي بيحصل ده غلط. احنا تليجرافي يا مان. غلط. ويا سامي عبد الراضي بيحصل ده غلط. هو انا دلوقتي لو مخي صغير معايا دول كلهم، مش معايا طبعا، انا جيت لقيتهم ناس يعني مش هاخدهم ادخل جمهور يا رئيس. لكن انا بص لا عايز احتك في حد، والمفروض انت جاي في بلد محترمه باشا ومباراه محترمه. اللوجو بيدخل معانا في اللايف. كل الولاد اللي واقفين دول اصلا ما يبقوش 20 واحد لا ياثروا. واخد بالك؟ ده ماتش الزمالك اللي فات ده كان فيه 50,000، ما حصلش مشكله عشان في وزير داخليه ذكر. تمام؟ ومدير امن ذكر. اعتقد اشرف، اعتقد مدير امن الله يرحمه اشرف. اللي هو اشرف. انما اللي خايف ان مرتضى منصور يخش او خمس انفار. لا. لا 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 خالص. واحنا بنشكر طبعا السيد المحافظ اللي كان في استقبالنا، ونشكر الامن اللي كان في استقبالنا، ونشكر الاولاد الطيبين دول اللي قالوا كلهم دول عاملين. اخر جلسات الطعن يا معالي المستشار. مش وقته. تمام. ما بحبش الرخامه. ما في ولا في. بعد ما نطلع من الحته دي بقى نتكلم في اي حاجه، بس نطلع من هنا. احنا مستنيين السيد الحكم دار بيقول لي انا من متغامر. اشك انك من متغامر. اشك ان سيادتك من متغامر. انت من متغامر يبقى تابع عبد الرحمن بركه على طول. انا بقول لك اهو بقى. ليه؟ لانه حضرتك ضابط كبير وضابط قديم. تمام؟ حضرتك جاي انت ومين يا استاذ مرتضى؟ انا جاي لوحدي ولقيت اثنين صحفيين كبار موجودين معايا، واحد اخبار وواحد الوافد. تمام؟ مصر اليوم مع سيادتك. وكهرباء 20 والتليجراف معاك. كهرباء 20 معاك مع الوزير. وربنا معانا. ومعاهم. طب اتفضل يا استاذ مرتضى، انت ضيف، اتفضل. انا مش جمهور. انت نعم؟ مش مشكلة بقى، ربنا يكرم الولاد. احنا خمس دقايق لو سيادة الحكم دار ما بطلش اللي حصل ده وتنبه ان ده غلط، وكل واحد في بلد دي في عصر عبد الفتاح السيسي بيتحاسب، وهيتسال سؤال حضرتك رفضت تدخله ليه؟ ده راجل ضيف عند رئيس نادي الماليه محمد دراج محترم، ورئيس نادي المنصوره ده ضيف عنده، وده نعم العميد. خلاص حضرتك بقى شايف ان غلط، وهو مرتضى ده اعلن من يومين انه جاي الماتش تليفون. يا سياده المستشار من فضلك بنعتذر، ما تحرجش نفسك، تحرجنا.
يعني بنعتذر عشان الماتش ظروفه. ايه سبب المنع؟ ايه سبب المنع؟ بيحتك بيا بقى، ما هو طلع من متغامر اهو الراجل بقى. من امام متغامر ولا يخصم في متغامر، هو كان نازل ضد الانتخابات والكلام ده كله، بس مش قدنا الوداني في وزير الداخليه. هل ممكن مجلس اداره الزمالك يدخل في الموضوع ده؟ يا باشا الزمالك هو في مجلس اداره الزمالك جاي تهرج؟ انت فاكر لبيب ده مجلس اداره؟ ده متعين ممدوح بس اختار شويه منهم كده وجابهم. مش عارف احنا الزمالك في ازمه النهارده بعد وقف القيد بتاعه في المباراه. انا قلت مش هجاوب الا لما يطلع. خلينا في المباراه، خلينا في المباراه. طب حضرتك تتوقع النهارده طيب النتيجه هتبقى كام؟ طيب هل تواصلت مع احد المسؤولين عشان تحل المشكله ديت؟ اي حد؟ ما هو انا كلمت الحكم دار، هو بقول له كلم سيد مساعد، قال لي ده مساعد اللي ايه؟ مساعد ايه؟ مساعد يعني مدير الامن يعني. انا بحترم الناس كلها. قال لي ولا ايه؟ هو اللي مانع من الدخول. خلاص. طب حضرتك جاي النهارده مؤازره للفريق المنصوره، قال لهم ايه بعد ما منع الكوره؟ قال لهم هيشوفوني ولا ايه؟ هيشوفوك بعد ما هيشوفوك يا فندم دلوقتي. طبعا هيشوفوك الناس كلها جوه في الفندق. النهارده عظيم المنصوره منور كفر الزيات. اولا بقول اولا بقول للذي اشاع ان نادي ماليه كفر الزيات هيبيع الماتش لعيل كذاب، لان نادي ماليه كفر الزيات ده نادي محترم زي كل الانديه بتاع الغربيه. تمام. فعيب انك تقول الكلام ده، عيب انك تقول الكلام ده وانهم هيقعدوا العيال ويلعبوا العيال الصغيره، عيب. انا بتمنى فريق المنصوره، ان انا مشرفني ان انا بنتمي للمحافظه المحترمه اللي هو ربنا يوفقهم ويكسبوا بس شويه ويرجعوا منصورين باذن الله ان شاء الله. سواء بقى بوجود مرتضى او غير مرتضى، واحنا مش عايزين نعمل اي مشكله يحصل فيها توتر ياثر على الولاد. احنا يا سياده حكم دار بنشكر، يا سياده حكم دار بنشكر يا حكم باشا، بنشكر حضرتك جدا على حسن الاستقبال وحسن الاستقبال والضيافه بنشكرك. ونتقابل في مدغامر ان شاء الله، هنتقابل طبعا. اهم حاجه اهالي كفر الزيات بترحب بمعاليك هنا في ارض كفر الزيات. ايه رايك في كفر الزيات يا معالي المستشار؟ جيت كتير، ده انا جيت في محكمه كتير انا بترفع. حضرتك صاحب القضايا المصريه والتاريخيه. اطلع بقى من هنا بقى عشان ايه؟ عرفنا ان حضرتك كنت في السيد البدوي قبل اللي جه. بس من هنا ليه بقى؟ عشان يعني مش هتحضر خلاص. انا جاي عشان بقول لك بقالي سنين ما احضرش بطوله الزمالك اللي انا رئيسه. انا جاي عشان يعني ينفع اول ظهور كده في مباراه بعد غياب فتره كبيره تتمنع من الدخول؟ محدش يقدر يمنعني، لو عايز ادخل هدخل. الناس كلها بقول لك تاني، محدش يقدر يمنعني اهو، حكم دار موجود. انما انا راجل بحترم الناس، مش عايز يحصل اي احتكاك مع الشرطه. هعمل ايه؟ ما كاد غازي عليا 200 اهو، طب ما قافل عليا بالشرطه. هتلاقي الناس رجاله بقى عساكر ما لهمش ذنب ونحصل مشكله. خلاص، فلو عايز ادخل تاني عايز ادخل لكن انا جاي عشان اشجع، ولا جاي عشان نعمل توتر ولا لا؟ جاي تشجع بلدك وتأذرهم في الماتش الخاص. ايه؟ شايف دي الجماهير بقى اللي كانت مستنيه حضرتك يا معالي المستشار. يا معالي المستشار تقول ايه للجماهير اللي جايه من الصبح مستنيه حضرتك عشان تحضر الموضوع ده؟ يلا عشان نفسي اشوف. اقعدوا بقى ريحوا يا ابني، ريحوا يا ابني، ريحوا. ما عندكم تعليمات ما تروحوش؟ في تعليمات كلكم الغربية؟ يا نهار ابيض، كله لا لا محدش جايبك. هو ده مدمر. يلا لا ممكن بقى نبعد بقى. ماشي يا معلم الشار. يلا 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 انا بقول اهو، لو عايز ادخل ايه هتدخل. طب كلمه لجماهير المنصوره اللي مستنياك على الشياء جوه دول. الناس حباك. هو حد دخل اصلا؟ لا. طب بالنسبه لجماهير كفر الزيات اللي جايه دلوقتي عشان تقابل معاليك تقول لهم ايه؟ بقول لهم انتوا بلد جميله وشعب طيب، شعب الغربيه، شعب الغربيه كله طيب. بتحب انت الغربيه مش بلد عادي؟ شوبير اشمعنى؟ اشمعنى؟ اشمعنى يا معلم؟ لسه في خلاف ما بينك وما بين شوبير؟ طب عايزين طيب منك يا معلم الشهر. شايفين حرص الاداريه على حاجات الصور التذكاريه مع حضرتك؟ عاجبهم قوي اول مره. انا هنزل المدينه دلوقتي للناس. انت نزلت طنطا. حاضر. يلا
يمكن بعض الـ من المشاركه منصور بيلتقط صور السيلفي معه. لا لا بعتذر لحضرتك بالنيابه عن المنصوره كلها. لا لا انا شايف انا جيت من المنصوره ولا ايه؟ من المنصوره. انا في انا في جهاز كره اليد في نادي المنصوره. جاي عشان خاطر جاي عشان نادي المنصوره بس يعز عليا ان سياده المنصور يفضل واقف كده. يا باشا بقول تاني لو عايز ادخل هدخل غصب. لا لا بالادب طبعا. انما احنا ناس محترمه ويعرف ياخد حقه. مش عايزين العيال اللي جوه يلعبوا ما يحسوش ان في ما يحسوش ان في ضغط في اي حاجه. يا معلم المستشار طب حضرتك قلت لي هتعلق على ازمه الزمالك وقت نقطه فين؟ طيب يا جماعه عايز فات المستشار فضل الزمالك فعلا ضاع 16 ضربه وقفوا في الظل يا جدعان وقفوا في الظل وقفوا في الظل وقفوا في الظل المستشار الجرايد من غير ضايع يا سياده المستشار خطيب رجع النادي يا استاذ الزمالك الجرايد ضايع يا سياده خطيب النادي يا جماعه الزمالك خطيب النادي الزمالك ايوه يا فندم حضرتك دلوقتي انت راجل في قضية كهرباء مثلا مين اللي عمل القضية؟ انا رقمي خلاص وتابعناه لغاية حكم نهائي لكن لما تيجي قضية وانت بتتابعها هيمشوك عشان عباس تاني عباس تاني اهو ما تسألنيش عن قضية خالد وطيب وانا بره هو الحكم طلع امتى؟ هو انا كده النهاردة والحكم طالع بقاله قد ايه؟ تابع قضايا مكتبي وخالد بطيب وحمد النقاز وعلي حلوله تمام كلامي واضح طيب هو ليه الاعلام ما بيجيبش سيره ان ده باتشيكو مين ماشي باتشيكو مين يا معلم شهر حسين لبيب في اللجنه انت ناسي ولا ايه انما بقى اللي جنب بتاعتهم خالد بطيب خالد بطيب بص يا بيه خالد بطيب اولا ده ولد مؤهل ولاعب منتخب مغرب مش كده صح خلاص جه من المنتخب عنده اصابه في ركبته الوضع الطبيعي يعمل عمليه فين بعتناه فرنسا هو والدكتور بتاع النادي الدكتور محمد اسامه خلاص راح لفرنسا قال مش هعمل عمليه الدكتور كاتب تقرير ما عملش عمليه اسبوعه هيقع مش هيقوم تاني خلاص رجع بعتنا له انذار على يد محضر يا ابني تعالى احضر التمرين ما جاش خلاص مشينا احنا مين اللي تابع مين حسن لبيه مين حسن لبيه انت نسيت اسمه ايه حسين لبيه قول له كل فشار انت واللجان بتاعتك كل فشار طب انت ولجانك ليه بقى ليه ما تابعش ركز هو تابع يا باشا ده احنا تابعنا وخلصنا قضيه الكهرباء واتحكم عليه 2.5 2600 الف دولار 2600 الف يعملوا كام ايامها حوالي 200 مليون تمام خد 70 بالتقسيط 30 والباقي بالتقسيط على سبب يا باشا خلاص طب هو كهربا بعت للمحكمه قال لها عايز ايه ادفع بالمصري المحكمه قالت له ايه لا طب بعت المحكمه قسط لا مين اللي قسط له قال طز في حكم المحكمه اللجنه اللي موجوده دلوقتي اللي بقول تاني انت فرحان انك كسبت ماتش التاريخ لا يذكر مباريات التاريخ بيذكر ايه بطولات صح انت خسرت انت خسرت 16 بطوله شهرين برضه كل فشار نادي الزمالك طب يا معلم الصاغ الازمه الاخيره النهارده نادي الزمالك بعد وقف القيد فيه واللي تسبب فيها اللاعب المغربي ده حلها ايه ولا يا باشا حلها ايه هو مش جاب انا مش عايز اتكلم على اللعيبه هو اشتراها هو اشترى 11 لاعب انا بعتبره كلهم ولادي اخواتي الصغيرين طب ايه رايك في الصفقات بتاعت نادي الزمالك مش هتكلم عنها في لاعب يكسر الدنيا في نادي ماليه كفر زيات ولما بروح قالوا الزمالك ما يعملش حاجه صح ليه هو نفس اللاعب ونفس امكانياته في لعيبه مش ما تقدرش على الضغط الجماهيري عليها في الملعب تمام فهو جاب اللعيبه اولا اللي بيكسبوا دول اللعيبه اللي انا جايبها لكن لما بيخسر يقول لك ايه ده بتوع مرتضى لما يكسب ماتش يقول لك ايه ده اللي احنا جايبينهم وبعدين خلي بالك الصراع اللي موجود دلوقتي بين احمد سليمان خلي بالك اللي شتم الاستاذ اسامه الشيخ المحترم اللي هو ماسك قناه اون ملوش علاقه بالزمالك ودفاع ممدوح عباس ملوش علاقه وانه يهاجم على احمد سليمان احمد سليمان كان هينزل ايه موقعه كان اولا نزل مرتين ايه على موقع رئيس النادي ولما مؤاخذه عملت ايه في المرتين لما مؤاخذه عملت فيه ايه في المرتين فرق 15000 صور يعني لا مؤاخذه تمام طيب طلع بقى يفصل لا مؤاخذه على زي ما هو عايز المهم يعني نزل المرة دي قالوا له هعرقك وايه؟ ضيعوها؟ لا هتيجي جوه هنعرقك وامشي عرقك ممدوح بس عرقك ونزل عيد نزل ايه؟
ضربة جزاء للمالية يا كابتن. ضربة جزاء للمالية. ضربة جزاء للمالية يا معلم المستشار. واحد ضربة جزاء للمالية. متوقع الماتش كام النهارده يا معلم؟ استنى لسه المالية هتشوف الجزاء. واحد يا رب يا رب تضيع يا كابتن عشانك ضحكتك ده كابتن. هو بيطلب الدفع يا معلم الصراحة حضرتك وقلت إن أحسن. القصة اللي فيها أسامة والاتحاد ولا لا هو بقى لما حسين لبيب أبو بتاع أحمر وأخضر تحت دول فشل 16 بطولة فهم تأكدوا إن هو خلاص ضيع النادي. ضيع النادي يعني إيه؟ وهو ممدوح عباس ده صاحب العشرية السوداء فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ فاكره أنت ولا كنتش اتولدت؟ أنت لا يا فندم أنا 36 سنة ما تقلقش. العشرية السوداء أنا اللي مش فاكره. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة بهم اتفضل. 9 سنين كل سنه فيها 8 بطولات اضرب 9 8 بكام؟ 72 بطوله خد كام واحده منهم؟ واحده كاس يبقى مش ضاد جيم يبقى خرا 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 ما يتصنفش خرا كمان اتسنى كام مليان؟ يعني كان في عشريه سوداء طب وفي عشريه سوداء بدات ملامحها دلوقتي ما انت لما تخسر 16 بطوله في شهرين يبقى في عشريه سوداء ولا لا ثانيه؟ طيب لما مرتضى منصور رئيس تغيير الزمالك ليه رئيس تاريخ واخد 60 بطوله منهم 14 كره قدم عملت نادي عالمي عملت نادي نهري عملت قناه الزمالك ارض 6 اكتوبر بالاستاد انا اللي واخدها على حسابي نوابه الزمالك كله ثانيه واحده تمام لما يعمل كل دوت وتقارنه بممدوح عباس اللي في 9 سنين الا بطوله واحده الكفه ترجح لمين؟ لحضرتك تمام لما حسين لبيب يطلع يقول لسيده سيده تاني سيده ممدوح عباس مع الولد اللي اسمه احمد حسن بيقول ايه؟ ركز احمد حسن معايا ركز يا ابني انا لسه داخل على الاسماعيليه قريب لما يطلع يقول ايه؟ مين اللي قال عشريه سودا ده انتوا بتشوهوا الراجل انت بتدافع عن واحد فعلا دمر النادي يعني كده فندم نجح مخطط هدم نادي الزمالك ثانيه اكمل كلامي وفي نفس الوقت تدوس على اسم مرتضى منصور رئيس ثانيه واحده بيها بالجزمه عليها الطلاقه ما هتعدي يا حسين انت ومعاك واللي وراك واللي عينكم اسم تركي قال يعني يا فندم ده يعني كده المخطط نجح في هدم نادي الزمالك انت شايف ايه دلوقتي تمام ليه بقى مين اللي دخل دلوقتي النادي تاني رجع تاني مين لا ثانيه لا بس انا ممدوح عباس هو ممدوح عباس بقول لك ايه حد مكافئ اللاعبين كذا انت مال اهلك مش عارف انا مالك وخلي بالك مفيش ثاني بس يا بيه مش الا لاعب واحد هو اللي وراه بيقول لك فك القيد هو مين اللي كان سبب في القيد انت لانك انت كنت حاجز على فلوس النادي في البنوك بالدولارات هتحول انت الفلوس بتاعت شيكابالا ازاي في الهروب الثاني بتاعه ما انت حاجز صح خلاص طيب انا ماشي وسايب لك حوالي تقريبا كده 120 مليون يا ابني حضرتك قلت في تصريح كبير ان خلي احفادي هم هيمنعوك ثانية سايب لك بتاع نص مليون تمام خلاص انا سايبهم لك هو فاكر حجز بايه؟ راح نازل عن الحجز فلا فلوس هناك راح فكك بيها ايه؟ لا القيد مين اللي كان عامل بقى حاجز عشان ما نعملش القيد؟ هو تمام؟ طب هو ده بقى من بقى يعني كده جميل يعني لا راح مكتبهم شيكات ب 120 مليون جداد ليه؟ اي واحد هيجي نادي الزمالك مش على هواه هيحجز ايه؟ تاني بالشيكات يبقى الزمالك داخل في الدومه دي مش طول ما السرطان ده موجود مفيش فايده خلاص نرجع بقى حضرتك بتدوس على اسم رئيس النادي اللي هو 5 دورات ورا بعض بالجزمه ها وصالح سليم تمثاله هو ميت جوه النادي صالح سليم ليه تمثال جوه النادي ليه في ناس مختلفه مع صالح ولا مفيش فيه بس هو قدوه حد جه ناحيه التمثال لا انت بتتكلم على الصوره اللي هم شالوها بتاعتك يا باشا بالصوره يا بيه حط البتاع اسمي انا عامل باب مكتب على حسابي يا باشا انا متبرع تاني بقول لك يا حسين يا بيه لو انت راجل انت ومجلسك مش مجلسك لا مش مجلسك انت ولجنه العار اللي معاك لو انت راجل انا بقول بدعي قدام مصر كلها المره ال100 انا متبرع ب 200 مليون جنيه تمام 200 مليون جنيه والايصالات موجوده لو انا كذاب اطلع اقول كذاب الايصالات عندك انت خلاص اهو بقى العمل ده كله بتدوس على اسمه ما انا مش عديها بس البلد في ظروف دلوقتي بقى السودان وفي غزه يعني يا معلم الصغار هل في نيه لرجوع
هترجع انت سياده المستشار. يا معالي المستشار، هل هناك نيه لرجوع المستشار مطلوب لرئاسه نادي الزمالك بعد حكم المحكمه؟ حكم الانتخابات هتنتوي الترشح لانتخابات نادي الزمالك؟ ليه ارشح يا سيدي؟ هترجع انت سياده ترشح مين؟ كلمه لهادي كفر الزوال يا جماعه. هترشح مين يا فندم؟ احنا دلوقتي خلاص اهو. هترشح مين يا فندم؟ ثانيه واحده، هترجع انت سياده المستشار؟ مش عايز. واتحديت على الهواء. ثانيه واحده يا بيه يا جماعه، واتحديت على الهواء اهو. بقول لك انا متبرع ب 200 مليون جنيه، لو انت راجل اطلع كذبني في اكتر من كده بقى. طب يا معلم شوف بعدين لحضرتك. طب في حضرتك ايه يا سياده المستشار؟ تبرع 200 مليون جنيه في حاله ايه يا سياده؟ متبرع بيهم خلاص. يا معلم المستشار، حضرتك قلت دلوقتي انا احفادي هم اللي هيمنعوك، وهل حكم المحكمه اللي صدر ضد يعني لو صدر لصالح حضرتك هترجع نادي الزمالك تاني ولا لا؟ عايزين تصريح. لا انا عايز الحكم يصدر لصالح حضرتي، عايز يطلع لصالح المحكمه، لصالح النادي، لان انا قلت في آية المرافعه ايه؟ اخر فرصه النادي ده يقوم ما ينزلش درجه ثانيه. انتم قول للمحكمه حكموا ضمائركم، بلطجه كل يوم، النادي اتملى بانجو مخدرات، ستات وبنات بيتحرش بيه، بيتم التحرش بيهم، شالوا الرخام اللي انا عامله وحطوا انترلوك صفر، ردموا حمامات السباحه. تمام. اذا بقى الالعاب الجماعيه يا سياده المستشار اللي كانت في عهد يا باشا. ثانيه واحده، هو كره القدم فين دلوقتي؟ ترتيبك كام؟ 11 باين. 12. تمام. ما دي كرة القدم. خسرت كام بطولة كرة قدم السنة من الشهرين دول؟ اثنين. لا قدم كاس وسوبر. مش برد عليا. احنا صحفيين يا باشا. انا رسالة لكفر الزيات. تقول لهم ايه؟ انا بشكركم جدا الشعب. من خلال تليجراف، من خلال تليجراف مصر في 7 فبراير. يعني يا معلم المستشار، انت قلت بس بعد اذن حضرتك ان احفادك هم اللي هيمنعوه. ممكن توضح لي ممكن بعد اذنك؟ يا باشا انا قلت ارجع تاني اقول لك، احمد سليمان مشكلته ايه بقى؟ تمع في الكرسي. تمع ايه؟ في الكرسي. مين اللي بيهيئ المناخ ينزل؟ ممدوح عباس لابنه ايمن اللي كان بيرقص مع مين؟ نعم بيفرش ارضيه. برافو عليك. عايز يبعد مين؟ عايز يبعد احمد سليمان. كله خرف خرف. احمد سليمان ما ينفعش، رئيس نادي قال لك اما ادخل نائب. يلا يا راجل حضرتك مش هتدخل نائب. لا لا ده داخل تحت السن. حضرتك كنت هتقول كلمه لاهالي كفر الزيات؟ استاذ المستشار احنا بنحبك. بلدكم جميله عشان انت في الضباط اللي خدوا هذا الموقف اللي بيسيء ليهم، مش بيسيء للشرطه، بيسيء ليهم هم. كمل يا فندم، كمل يا معلم الشهر. بيسيء لهم. تمام. مش بيسيء لاهالي كفر الزيات. انا من ساعه ما دخلت البلد عندكم وانا عمال اتصور مع الناس زي ما حصل في شايف حب الناس بقى النهارده مع مشام. يعني شايف حب الناس النهارده ليك في كفر الزيات عامل ازاي؟ لا ده من ساعه ما نزلت كلمه من ركبت القطر ونزلت في طنطا. رحت حضرتك النهارده، في كفر الزيات صور ليزر. توجه كلمه لاهالي كفر الزيات تقول لهم ايه؟ اولا بص، اللي ما عارف مش عارف قيمه كفر الزيات، دي واحده من كبار القلاع الصناعيه في مصر. الله يا باشا، دي كفر الزيات، الزيوت والصابون وحاجه. يا معلم المستشار، يا معلم المستشار، في تعليقات بيقول لحضرتك ان ثوره ليزر. صوتي انت بتنزل طنطا بعد على السيد البدوي الاول قبل المباراه. يا معلم المستشار بحبك يا ريس، بحبك. انا نازل المستشار تابع عشان انزل طنطا عربيتي زباله عشان اخش مش عايزين صور يا جدعان. يا جدعان يا معلم الصور، في واحد من الناس دلوقتي بيقول لحضرتك احمد سليمان بيشوف شايف اللقاء. انا راجل زملكاوي، قول له احمد سليمان لو راجل يطلع يقول ما تبرعش مرتضى من 200 مليون. يا باشا شغلنا. الله يبارك لك يا ريس، بنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس. رئيس نادي هو مرتضى. انت مش سايبني. والله يا اشرف رئيس نادي مرتضى منصور. والله صور يا عادل. حاضر صور. يلا يا جماعه الله يوفقك. بنحبك يا راجل. استنى يا كابتن. ايوه متابعينا صوروا يا جماعه. يا ريس بحبك.
عدلي بعد اذنك يا ريس. شغلنا يا جماعه مش هنطلع. حاسب بس يا باشا مش جاي والله. هو بس كده اخد صوره معاه. اخد صوره معاه وقال لك باشا مستشار يا جدعان. احنا بنحب الراجل ده. احنا بنحبه. ايوه يا معلم مستشار. هتروح طنطا فين بالظبط؟ الاماكن اللي هتتردد عليها وتزورها باشا. راح تيجي معلش حب الباشا نصور معاه. نصور ونمشي يعني. قبل الصور بقى وبعد كده هصور معاك بقى كده يا جماعه. قبل الصور بس مين اللي راكب؟ ابنه؟ لا متابعينا يعني متابعي تليجراف مصر في كل مكان. يعني لا مش هنمشي من منصور في طريقه الان الى مغادره يعني الى مغادره نادي الماليه بعد منع الدخول لتشجيع فريقه المنصور امام نادي الماليه. يمكن يعني متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم اليوم يصدر الستار على منافسات المجموعه الثالثه واحد في الدوري القسم الثاني باقامه مباريات الاسبوع الثامن عشر والاخير. في يعني النهارده يمكن فريق المنصوره بيلتقي مع مدينه كفر الزيات. وزي ما قلنا لحضراتكم ده صراع للصعود لدوري المحترفين بين المنصوره المتصدر برصيد 35 نقطه بقياده عبد اللطيف الدوماني. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم يعني دي مواجهات الجوله الثامنه عشر والاخيره لمجموعه بحري الف بدوري القسم الثاني. يمكن يسعى المنصوره النهارده لتحقيق اهداف يعني لتحقيق هدف من اجل الصعود الى الدوري الممتاز. يمكن المستشار مرتضى منصور حضر النهارده من اجل معازره فريقه فريق المنصوره ولتشجيعهم ويعني دعمهم للصعود للدوري الممتاز. متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان زي ما قلنا لحضراتكم يمكن المستشار مرتضى منصور الان مغادر مدينه كفر الزيات بعد يعني مغادر مدينه كفر الزيات بعد ما تم منعه من دخول المباراه. يعني ونذكر حضراتكم ان المباراه المقامه الان هي مباراه النادي الماليه والمنصوره. نادي الماليه والمنصوره يعني حيث يعني المنصوره بيتصدر جدول الترتيب في مجموعه بحري برصيد 35 نقطه بفارق نقطتين عن شباب الازازين اللي هو بيواجه صيد المحله في مباراه مصريه ايضا. يمكن المنصوره كمان بيحتاج الى الفوز على مدينه كفر الزيات النهارده للصعود مباشره الى دور المحترفين. وفي حاله التعادل يحتاج الى خساره او تعادل الازازين مع صيد المحله او فوز الازازين بفارق اقل من 4 اهداف في ظل تعادل الفريقين في المواجهات المباشره. في حاله خساره المنصوره امام مدينه كفر الزيات يحتاج الى خساره يعني نحتاج الى خساره يعني يمكن زي ما قلنا لحضراتكم الجماهير تتهافت الان على مستشار مرتضى منصور من اجل التقاط الصور التذكاريه معه. يا ابن الصور مع سياده المستشار يا ابن يا مرتضى بيه مرتضى بيه تمام. ده من الصور معاه. انا عايز اخش يا عم اديني اسم الحاضر ده اخش معاه. شوفك يا مان يا سياده المستشار. لا يا اسطى روح من هنا صور بس ساعته فين يكفي. يا عم خد الصور من الناحيه الثانيه. يلا يا مان تمام. بعد سوقه كده يا جماعه بس اصور بس الكابتن محمود عبد العال المدير الفني للازازين. انت محمود عبد العال المدير الفني للازازين. خد يا عم خد يا تامر المدخل يلا مع مصر. انا عايز اقول صورتني
انا اصورك يا معالي فين؟ بكتر من امثالك يا رب. يا مصر مع المستشار. يمكن مكان زي ما قلنا التليجراف مصر في كل مكان المستشار مرتضى منصور. ويعني تهافت الجماهير لالتقاط الصور التذكاريه معه. التذكاريه معه يعني قبل مغادره مدينه كفر الزيات بعد ان تم منعه من الدخول. انا اهلاوي بس بحبك. يا باشا انا اهلاوي بس بحبك والله. والله بحبك. صورنا بقى مع الباب. اهلاوي بيحبني. لا بنحبك. لا من الكلام ده. وفي حد اهلاوي بيحبنا. يا كذاب. صورته احنا الزمالك وبنحب الزمالك. احنا الاهلاوي بنحب الزمالكين. احنا بنحبكم. مع السلامه. بيتحاسب. تقصد مين؟ مدير الامن في الكمباس. اه طبعا. انا عارفه ان انت ما بيعجبكش الحال المالي. لا الاجرام يا عزيزي. ثانية واحدة من فضلك خلاص بقى. خلاص يا كابتن. خلاص يا كابتن. اتفضل يا معلم الشهر. اتفضل يا باشا. خد يا عباس. يمكن متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان من مستشار مرتضى منصور مغادر الان مدينه كفر الزيات. اه محمود والنبي يا ريس صوره بس. انا وجونين جايين وراك. انا والنبي يا ريس بعد اذنك صوره. صوره بس بعد اذنك يا ريس. سياده المستشار صوره بالله عليك. صوره واحده يا ريس. متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان. يمكن زي ما شفتوا مع حضراتكم مبادره المستشار مرتضى منصور بعد ان تم منعه في تم منعه من حضور مباراه الماليه والمنصوره. يمكن زي ما متابعين مع حضراتكم الان بعض من يستمرون من اجل التقاط الصور التذكاريه معه ل يعني حبا في المستشار مرتضى منصور. متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان نذكر حضراتكم ان بنذكر حضراتكم زي ما قلنا ان المستشار مرتضى منصور غادر ارض الملعب بعد يعني غادر ارض الملعب بعد يعني منع من دخول مباراة وحضور مباراة الماليه. حضور الماليه والمنصوره. هدف هذا حاجه انت شخصيا بس راجل بيتكلم في الكوره حياته كوره. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان غادر منذ قليل مستشار مرتضى منصور بعد منعه من حضور مباراه المنصوره والماليه المقامه داخل ملعب ماليه كفر الزيات بمحافظه الغربيه. يمكن هي كانت مباراه مصريه وحرص مستشار مرتضى منصور على الحضور من اجل معاذره فريقه للصعود. يمكن منصوره من هذا يعني هذه المباراه هي مباراه مصريه بالنسبه له. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم تم يعني متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان ان تم يعني منع مستشار مرتضى منصور من الدخول واقبل عليه الكثير من الشباب والمواطنين من اجل التقاط الصور التذكاريه معه. يعني التقاط الصور التذكاريه معه. متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان يعني نرصد لحضراتكم الوضع لحظه بلحظه هنا داخل محافظه الغربيه داخل محافظه الغربيه تحديدا في مركز ومدينه كفر الزيات. يمكن زي في بعض من الجماهير بيحاولون يعني زي بيحاولوا ان هم يشوفوا ايه المباراه زي ما واضح كده على معاكم على شاشه. بحضور جماهير يعني كبيره جدا من الفريقين المنصوره
يعني المنصوره وماليه كفر الزيات، ويمكن زي ما قلنا ليه حضراتكم الجماهير بتتوجه من داخل الاراضي الزراعيه الان في محاوله منهم من القفز اعلى السور لمشاهده المباراه يعني بعد ان تم منعهم جميعا من الدخول بعد الدخول. متابعينا متابعي تلجراف مصر في كل مكان، يعني بعد يعني محاولات منع مرتضى منصور وعودته مرة أخرى وغادر منذ قليل مدينة كفر الزيات بعد منعه من مشاهدة مباراة المنصورة أمام مالية كفر الزيات. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم إن المنصورة يحتاج إلى خسارة الأزازين أمام صيد المحلة يعني وفوز المنصورة على بلدية على مالية كفر الزيات من أجل الصعود. يمكن زي ما واضح مع حضراتكم في الصورة الآن بعض من المواطنين توجهوا إلى الصور الخلفي لنادي المالية من أجل يعني دخول النادي وفي محاولة منهم لدخول النادي. يمكن زي ما قلنا ليه حضرتكم متابعين مع حضراتكم الان عبر هذا البث الحي المباشر، زي ما حضراتكم متابعين معانا الان في محاوله من المواطنين لتشجيع فريقهم والدخول ورؤيه المباراه عبر السور نادي ماليه كفر الزيات. طب يلا نادي ماليه كفر الزيات. يمكن مستشار منصور كانت هناك حفاوه كبيره في استقبالي داخل مدينه كفر الزيات، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكاريه معه قبل مغادرته، ويعني كانت هناك هتافات كبيره جدا ترحيبيه بمرتضى منصور. يمكن زي ما حضراتكم متابعين معانا عبر هذا البث الحي محاوله بعض من جمهور الفريقين التسلل من اعلى سور نادي ماليه كفر الزيات في محاوله منهم لمشاهده المباراه. يمكن منذ قليل كانت هناك ضربه جزاء لنادي ماليه كفر الزيات. الارض مرويه. عدينا بعد اذنك. يعني يمكن الجماهير النهارده زي ما متابعين معانا كده عبر هذا البث الحي محاولين اللي هم القفز من اعلى سور نادي الماليه بعد ان تم منعهم من مشاهده المباراه. يمكن زي ما هو واضح كده امام حضراتكم ان كده بيتم القفز من على السور. عدي بعد اذنك. يمكن زي ما حضراتكم متابعين معانا عبر هذا البث الحي المباشر الجماهير تتجه الان نحو صوب سور نادي ماليه كفر الزيات من اجل مشاهده المباراه والقفز داخله بعد ان تم منعهم من الدخول من البوابات، وايضا تم منع المستشار مرتضى منصور من الدخول وقام بمغادره مدينه كفر الزيات منذ قليل. يمكن زي ما حضراتكم متابعين معانا عبر هذا البث الحي المباشر من تلجراف مصر، يمكن محاولة الجماهير في الوقوف اعلى سور من اجل سور نادي مالية كفر الزيات من اجل مؤازرة فريقهم. ويمكن زي ما حضراتكم متابعين معانا كده الان توافد العشرات من المشجعين من اجل متابعة المباراة والشد على ازر فريقهم.
متابعينا متابعه تليجراف مصر في كل مكان، شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه. ما زالت تغطياتنا الحيه والمستمره معكم على مدار الساعه، ابقوا معنا.